دوارتو بيلعب للكرة عرضية، ريفاس استلم، ريفاس حضر، ريفاس وقف، ريفاس صوب الكرة، ماتياس يبعد الآن بيرسل الكرة إلى دوارتو مرتدة، هذه مساحاته سرعته انطلاقاته، الآن يطلب من الزميل المساندة، شوف التغطية المساندة تأتي، سالم الدوسري إلى اللاعب كارلوس إدواردو. 65 دقيقة المباراة مستمرة والكرة بتصل الآن من جديد، كارلوس إدواردو صراع مع عبد المحسن فلاته، السنازل فريش يتفوق في المواقف الفردية.